وينضم إلينا مشاهدينا من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية السيد هشام الهاشمي. سيد الهاشمي، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم، ونبدأ هنا بتطورات المعارك في الرمادي. البعض هنا سيد هشام يرى بأن حسم المعركة يسير ببطء شديد، خصوصا رغم تحقيق القوات الأمنية لبعض التقدم. تقييمك هنا لسير عمليات تحرير الرمادي؟ حقيقة نعم، هي بطيئة وحذرة. يرجع السبب أن تنظيم داعش يمتلك الكثير من الكمائن والكثير من العبوات التي استطاع أن يزرعها خلال فترة طويلة، خلال ما يقارب 4 شهور استطاع أن يجعل الكثير من الكمائن، القناصين أيضا، انتحاريين، انغماسيين، هذه كلها تعرقل القوات سواء كانت على مستوى المشاة الاعتيادية وحتى على مستوى الدروع، بل حتى القوات التخصصية من جهاز مكافحة الإرهاب. البطء هو لتقليل الخسائر بجانب الأهالي المتواجدين وعديدهم بالآلاف، وأيضا من جانب القوات المشتركة. ما حدث أخيرا في منطقة التأميم، وهي أكبر منطقة في القسم الجنوب الغربي من الرمادي، كان مهما جدا، بحيث أنه داعش تركتها وهارب باتجاه مركز الرمادي. طيب، بالحديث هنا عن أهالي الرمادي سيد هشام، وزير الدفاع ربط خلال زيارته أمس لمقر عمليات الأنبار بين سير العمليات وأيضا إخراج أكبر عدد من العوائل التي يتخذها داعش هنا كدروع بشرية في الرمادي. لماذا برأيك لا يتم العمل على فتح المزيد من هذه الممرات الآمنة لهذه العوائل كي تخرج من أجل الإسراع بتحرير الرمادي هنا؟ حقيقة الممر الآمن يتعلق بأمرين: الأولى تواصل وجود القوات المشتركة، وأخرى أن هذا المنفذ يسمح لداعش أو يعطي لداعش للمواطنين الهروب من خلاله، بالتالي داعش هي تمنع المواطنين، وأخرى أن المناطق التي تسيطر عليها القوات المشتركة غير متصل بعضها ببعض، هي مقطعة أشبه ما تكون بجزر داخل مناطق سيطرة داعش. هناك ممر واحد آمن اللي هو باتجاه جنوب الرمادي باتجاه منطقة الحميرة، لكن داعش تمنع الأهالي من المرور حتى ولو بدفع رشوة أو حتى بعمليات شفاعة بينهم، تمنع ذلك لأنها تعلم أن وجودها بوجود هؤلاء وعدمها بعدم هؤلاء. طيب سيد هشام، دعني أنتقل إلى محور الحشد الشعبي هنا. الفريق رشيد فليح كشف عن وصول قوة من 200 مقاتل إلى أطراف الرمادي، متوقعا أيضا زيادتها إلى 1000 مقاتل. ما مدى هنا مشاركة قوات الحشد في معارك الرمادي؟ حقيقة هذه القوة الساندة التي كانت أصلا تتواجد في الحبانية، وهم معظمهم من عشائر البوذياب، البوعبيد، البوفهد، البوبالي، وحتى بعضهم من عشيرة البومرعي. هذه قوة بقيادة اللواء طارق العسل، وهي وطارق العسل هو من عشيرة البوذياب، وبالتالي هو تكفل بتحرير المناطق التي تسيطر عليها داعش في منطقة البوذياب. البوذياب عسكريا هي ساقطة، لكن عملية التطهير أخذت وقت طويل، ولا يزال داعش يحتمي ويتدرع بوجود هؤلاء الأهالي، فبالتالي لابد من عملية من أبناء العشائر السنية كونهم أعرفوا بجغرافيا هذه المنطقة وأعرف بالأماكن التي يتواجد فيها الأهالي، سوف يقومون بهذه العملية. ربما هذه العملية سوف تكون فاتحة خير لمشاركة العدد الأكبر من أبناء العشائر السنية. طيب سيد هاشمي، نرى أن الحديث هنا دائما يدور حول معارك الرمادي، ماذا عن الفلوجة، ماذا عن هيت، ماذا عن عشرات من المدن الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة داعش في الأنبار؟ لماذا هنا لا يتم تجهيز الجيش لمعارك تحريرها بالضبط؟ لا، حقيقة الرمادي سوف تكون هي لما بعدها، بعدها سوف يكون بالتأكيد هو هيت ثم البغدادي وفك الحصار عن حديثة. أما الفلوجة فهي معركتها سوف تكون معركة استراتيجية، النصر بعدها سوف يكون هو الطريق باتجاه نينوى، ولذلك تؤجل دائما معركة الفلوجة كونها هي البؤرة الأصعب في جغرافية الأنبار حاليا. المعارك التكتيكية تقتضي أو تفرض على القوات المشتركة أن تحرر الرمادي لما لها من بعد
استراتيجي ولما لها من بعد إعلامي، ثم التوجه إلى البؤر التي أقل صعوبة مثل هيت والبغدادي باتجاه فك الحصار عن حديثة. طيب، فيما يتعلق بالأزمة هنا مع تركيا سيد هشام، يوم أمس العديد من فصائل الحشد لوحت باستخدام القوة العسكرية ضدها، من الناحية العسكرية برأيك هل هذا التهديد ممكن أم هو فقط للضغط؟ هو ممكن ليس للقوة العسكرية التركية، وإنما هو ممكن لمصالح الأتراك الاقتصادية طبعا والدبلوماسية المتواجدة في كثير من أماكن العراق. ممكن هذا التلويح سوف يهدد الحكومة التركية، وهي تعلم أن مثل هذا التهديد ربما ينجز، وسبق في حادثة الموظفين الأتراك في منطقة الحبيبية، هذه سابقة ليست ببعيدة، وتركيا تحسب لهذا حساب. نعم، كنت معنا من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية سيد هشام الهاشمي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.